قصة لا نرويها بل نعيشها من الماضي العريق إلى الحاضر الأنيق. شيئاً حبوا يتعاونون معاي بهذا الفيديو بمناسبة اليوم الوطني عشان أوريكم كيف احتفلت بكل أناقة. كود خصمي على الشاشة يخصم لكم 15%. روابط موقع وتطبيق شيئاً تلاقونها في صندوق الوصف تحت. يلا خلوني أحكيكم كيف احتفلت. أول حاجة قررت أني أروح سوبر ماركت عشان أروح أشتري مقاضي وأشياء أجهز فيها الحفلة. فقبل ما أروح نسقت لي كذا ملابس كلها من موقع شيئاً. شوفوا هذا القميص كيف يجنن يا بنات. القميص هذا مرة حلو، خامة وخفيف كذا، وجاي كذا مموج بيج على رمادي. ونسقت عليه هذا الجينز يجي هاي ويست كذا فوق، يعني مرتفع الخصر، مرة حلو بنات. تقوم أشوف، تخيلوا مدك تنطين تتربعين، مدك تسوين كذا باليت من حركات. ونسقت عليه كذا لوفر، جزمة لوفر. شوفوا زي ما هو واضح لكم في اللون الأبيض وفي اللون الأزرق، كلها من موقع شيئاً. أعشق حقتهم اللوفرات اللي يبيعونها، مرة مريحة وفي مقاس 35 للبنات اللي رجولهم صغيرة زي مقاسي. بس في حقيقة وأنا طالعة لبست هذا السنيكر بصراحة، ما أخذت اللوفر. لبست هذا السنيكر يتجنن، شوفوا كيف شكله، مرة حلو شياكة. يلبس مع باية، يلبس مع بناطيل، حتى تزين تبسينه مع فستين ويصير كذا لوك كاجول. وهذا شكل التنسيق كامل كذا لبسته. طبعا بنات لا تدرعمون، ترى هذه باروكة بس لبستها قلت عشان أباكم تشوفون كذا الشكل يطلع حلو مع الشعر، سبحان الله اللبس. وهذه السلة شوفوا حطت فيها مقاضي السوبر ماركت كلها اللي أنا راح أستخدم. طبعا الأجواء حارة، عرقت ورجعت البيت، غيرت ملابسي وغيرت إلى هذا التنسيق الرائع. شوفوا معايا هذا القميص الأبيض يجنن يجنن يجنن، لونه بيج، قماشه كتان، وخذوها مني جودة عالية مليون بالمية. طبعا نسقت عليه برضو هذا البنطلون كأنه كتان كذا ومع قطن كذا، تحسون كأنه خيطين مع بعض يعني بنفس الوقت مخيط، بارد وخفيف ويهفهف وشيك، جودة عالية. لبست عليهم نفس السنيكرز السابق، لاحظوا كيف هذا الشوز يلبق على كذا ستايل وشكل. وهذا الشكل النهائي أو التنسيق كامل، واو ربي مرة يجنن يا بنات، أنيق مرة حلو وعملي كذا، تقدرين تشتغلين في البيت وتنطنطين تسوين كل شيء. يلا عاد الحين بروح المطبخ وببدأ أجهز الوصفات لهذا اليوم الجميل. عاد والله ما أعرف إيش نسميها، بس بقول ملاعق تمسيح، اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش ممكن نسميها. بنات هذه الملاعق مستحيل أستغني عنها في مطبخي، مستحيل، كل ما ضاعت علي واحدة أرجع أطلب لي مرة ثانية. حلو إنه في شيئين متوفرة وموجودة، يا رب ما كلش كثير، وتنباع بأعداد كثيرة، يعني ثنتين ثلاث حبات مع بعض، مرة ما أستغني عنها. أستخدمها لتمسيح يعني مثلا تاخذين كذا غرفة جبنة تمسحينها في الساندويتش مثلا، زي الحين أنا الكب كيك. أنا طبعا قاعدة أجهز ثيم اليوم الوطني، فأنا هنا دهنت الكب كيك بكريمة، وبعدين راح أرش عليها كذا بشوكولاتة خضراء، يعني تعرفون كذا لون العالم وكذا والسعودية وحركات بركات. وبعدين شوفوا هنا سويت قليل، بعدين قلت ليش لا حبيبتي، خلي لون أخضر كذا فق عيون الناس، أبغى لون أخضر غامق. فرجعت كثرت شوفوا من الحبوب الزينة هذه والشوكولاتة الزينة. بنات شوفوا هذه أكياس التزيين أو أكياس الكريمة، ضروري تكون موجودة في بيت كل واحدة، مرة حلوة. ليش؟ خصوصا هذه اللي أنا مشتريتها موجودة في الفيديو. أول شيء خليني أقول لكم، أو يعني اللي أنتم جالسين تشوفون، إن أنا سويت كريمة خضراء وراح أزين البسكويت اللي تشوفونه قدامكم. اخترت شكل قلب عشان يعني أبغى أقول إن السعودية في قلوبنا، وراح أكتب KSA بالإنجليزي يعني المملكة العربية السعودية. بنات ميزة هذه الأكياس حقت الخفق إنكم تقدرون تتحكمون بحجم الكتابة، تبغون كتابة عريضة، تبغون تزيين أكبر، تبغون خطوط رفيعة، مرة عجبتني، مرة عكس الأكياس كلها اللي أنا جربتها من قبل. شوفوا كيف الآن جالسة أكتب، طيب بعدين الحين رجعت قصيت عشان أبغى أعرض، ينزل يكون بكمية أكبر، تزيين يكون شكله أفضل. وبس شوفوا هذا الشكل النهائي، مرة حلو صراحة، تجي كمية كبيرة كمان في العلبة والكرتون والكيس. هنا يا بنات هذه زي المخاليل، بس إنها مخاليل تجي كبيرة حقت الساندويتشات.
يعني جلست أفكر، قاعد أقول إيش موجود عند شيئين من هذه المخاليل يكون لونها أخضر، وحصلت هذه الصبار كذا يجي لونها أخضر. طبعًا إحنا عندنا كثير صبار بما أن يعني طبيعة بيئتنا تكون صحراوية. والله كذا شوفوا كيف فكرت، فقلت إنه مو كل شيء على الطاولة يكون حلا، خليني أسوي أشياء كذا بسيطة تكون مالحة. اخترت إني أقطع توست وأخليه متماسك هذا القطع كله بهذا المخلاط، ترى مرة حلو للي عندها أطفال، اللي عندها زوجها مثلاً أو هي نفسها، تقدرين تلمين الساندويتش أو التوست أو البرجر بهذه المخاليل، مفيدة ومرة مرة حلوة. بعد كذا بنفس الملعقة أو السكين حقت التمسيح، شوفوا رجعت مسحت كذا بجبنة سائلة، وعشان اليوم الوطني واللون أخضر وزي كذا راح أغمسها في زعتر، عشان يعني زعتر أخضر وكذا، يعني تحسون ان الزعتر اخضر ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. عموما والله مره حلوه، كانه سندويتش كذا بالزعتر، جبنه مع زعتر، يعني كذا سناك خفيف لي انا ورامي. بعد ما خلصت طابخ وكارف قلت يلا خليني اقوم البس لبس الكشخه كذا اللي راح البسه وانا احتفل بهذا اليوم العظيم الجميل. نسقت لي هذا التنسيق يا بنات، تخيلوا هذا ماتشينج ست، يجي قميص مع بنطلون، يجنن. ليش ما حد علمني عنه؟ ليه ما احد قال لي عنه يا بنات؟ انا اجلس اشوف البنات اقول يا ربي من فين هذا، دائما اشوف كل بنات في الشارع في اي مكان اروح ازوره، مره اشوف كثير ناس لابسينه، مره حلو جنن، في منه الوان كثيره روعه. نسقت عليه هذا اللوفر الابيض، زي ما قلت لكم اللوفرات حقت شيء مره مره مريحه، بس في الحقيقه انا راح البس عليه هذا السنيكر لانه مره طلع يجنن التنسيق كامل بنات. هذا او هذه الجزمه مريحه، مرة مريحة، إذا تبغونها للجامعات للمدارس لكل يوم، مرة مرة حلوة عملية. وبس هذا هو الشكل النهائي، شوفوا كيف محبوك على الجسم، تجنن مرة مرة حلوة صراحة. بأرجع أشتري منها لون أسود وبيج كذا عشان ألبس تحت العباية، إذا رحت كذا أي مكان زيارات مرة مرة حلوة، أنصحكم فيها. شيكوا عد على الروابط كلها تحت في صندوق الوصف. فخلاص بعد ما لبست وزي كذا شفتوا هذه الحلاوة والجمال كله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قلت يلا خلوني أقوم أزين الطاولة وأحط الزينات. وطبعا شي إن أو موقع شي إن مليان، يعني أنا أحس إنه هو بيت الزينات صراحة. فأول حاجة شوفوا هذه كذا بسميها لشالش ولا رشرش، رشرش بلاستيك لون أبيض، مرة مرة جميلة صراحة، مرة حلوة، فيها لصق ذاتي يعني منها، وفيها لصقتها كذا على الشباك عشان تعطي كذا شكل أو مظهر كذا من حفلات يعني. وبعد كذا نفس النوع بس أخذت لون أخضر، طبعا أنا هنا عكست، أنا غلطت، أنا أخذت لون أخضر عشان أحط في الشباك والعكس أبيض تحت في الطاولة. بعدين هنا حطيت السفرة بنات، هذه السفرة مرة مرة حلوة، تقدرون تغسلون تستخدمونها أكثر من استخدام. وأخذت لي هذه النجوم وهنا جالسة أرميها بشوف كيف، يعني جالسة استهبل كده أقول واه تطير مرة حلوة، كنا لعبة طائرة. وبعدها يعني وقفت استهبال وقمت رتبتها وضبطتها وخليتها كده، شوفوا شكلها كيف طلع حلو، نجوم خضراء ويعني الألوان الثيم خليته أبيض وأخضر، يعني نفس العلم السعودي. البلالين بنات، أي بلالين ممكن تتخيلونها في حياتكم تلاقونها في موقع شيء إن، بلالين خضراء، بلالين على شكل حيوانات، بلالين على شكل شجر، بلالين كذا خرافة، ألوان وأشكال خرافية. دائما حفلاتنا تكون برعاية بالونات شيء إن. عموما أنا أخذت هذه البالونات رحت نفختها هيليوم وزينتها بالطاولة على اليسار وزينتها باليمين وزينتها أيضا من المنتصف أو من النص. ويا بنات كنت راح انسى اوريكم هذه الشوك، تجنن بنات، احرصوا دائما انها تكون موجوده عندكم في البيوت، هذه الشوك تاكلون فيها الفواكه لما تقطعونها، مره مره حلوه، احسن من انك تمسكينها بيدك، مره 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 كنت اتمنى اني الاقيها والحمد لله اني لقيتها في موقع شيء إن. بس كان هذا هو الشكل النهائي لكل الطاوله، شوفوا كيف مرتبة بسيطة مرة مرة حلوة، يمديكم تبدعون أكثر، وفي أشياء كثيرة ممكن تلاقونها في موقع شيء أن تساعدكم في الابتكار والإبداع. آخر حاجة طيب قبل ما انهي الفيديو أبغى أوريكم التنسيق الأخير اللي راح ألبسه إن شاء الله بكرة يوم الجمعة لما أطلع أحتفل في الشارع مع الناس. شوفوا هذا التيشيرت فيه له نخلة
ولونه أخضر ونسقت عليه كذا بنطلون خفيف يهفهف لونه أسود قلت عشان الحر ومدري إيش. وهذه طرحة أيضا بنات طرح شيئين مرة مرة حلوة وبلبس معاهم نفس السنيكر نفسه برجع أكرره لأنه ما شاء الله يناسب كل شيء كل التنسيقات. وهذا هو الشكل النهائي مرة مرة فخورة وأنا لابسته قاعد أقول متحمسة متى بسرعة يجي اليوم اللي يطلع كذا هيص مع الناس في الشارع. طبعا رامي جاء من الدوام وشاف كيف التظبيطات حقتي وجلس مبسوط يقول شغلي لي عرض أبغى أرقص ومدري إيش وأنا وياه جلسنا نرقص وهنا جالس استهبل يقول لي صوريني وأنا أرقص استهباي شوفوا خرب عليه الفيديو. قلت له لا أعرض زي الناس سوي عرض زي الناس. فمرة انبسطنا صراحة أنا وياه جلسنا ناكل جلسنا نرقص بس سلامتكم. هذا هو كان احتفالنا إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسون تشيكون على الروابط حقت شي إن تحت رابط الإنستغرام حقتهم سناب شات وموقعهم والتطبيق حقهم وأيضا كود الخصم حقي 15%. باي.